وجدت في كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، يصومها في السفر وفي الحضر. وفي مكان آخر وجدت أن أيام التشريق يحرم صومها، علما بأن آخرها هو اليوم 13. فكيف نجمع بين هذين القولين؟ النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 3 أيام من كل شهر، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، إلا أن الأفضل أن تكون هذه 3 أيام البيض، 13 و14 و15، هذا هو الأفضل. ولو صامها بغير هذه الأيام من أيام الشهر فلا بأس بذلك، ويكون قد أدى المشروع ويحصل على الأجر إن شاء الله. أما أيام التشريق فقد ورد النهي عنها، عن صيامها، قد ورد النهي عن صيامها لأنها أيام عيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيامها إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج، الحاج القارن أو المتمتع يجب عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج، ولو صادف ذلك أيام التشريق. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق، نهى أن تصام أيام التشريق إلا عن دم المتعة أو قران. هذا شيء خاص، هذا شيء خاص للنهي عن صيامها في هذه الحالة. أما فيما عدا هذه الحالة، فيما عدا أيام التشريق، فالأفضل أن تصام أيام البيض. نعم. بالنسبة لأيام البيض، هل صحيح أن الرسول لم يترك صيامها سفرا ولا حضرا، أم أنه أمر مستحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام. نعم، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرا وسفرا. أما كونه يلازم أيام البيض هذا لا أدري، لا يحضرني الآن شيء فيه. نعم.